أنا بدوري عايزة برضو حضرتك ما بين ككاتب وروائي والروائي دائما يكون له علاقة بالمجتمع والناس في كل مكان، وبين الدبلوماسية يعني حيث تكون السياسة. سؤالي هنا، يعني نحن نعيش في زمن مختلف، والوسائل التقنية الحديثة والتكنولوجيا الحديثة أخذت أجيالا وأجيال في طريقها. هل ترى بأن الجيل الجديد أثرت عليه هذه التكنولوجيا والتقنية الحديثة، أبعدته قليلا عن تاريخ النضال العربي؟ يعني ربما أقول رأيا مغايرا قليلا في هذا الموضوع، وأنا كنت من الناس اللي عندهم نفس القلق من هذا الموضوع اللي حضرتك أشرت إليه، ولكن أعتقد أن في تاريخ فارق اسمه أحداث الشيخ جراح. ما جرى في الشيخ جراح أوضح لنا أن ثمة جيل كامل موجود في كل العواصم العربية، لا تزال فلسطين بالنسبة له هو قضية العدالة الأولى. وربما فوجئنا بأن المعدل العمري للناس الذين انتفضوا من أجل الدفاع عن حق شيخ جراح، الفلسطيني في الشيخ جراح، ومن مظبوط، ثم في الحرب والعدوان على قطاع هما غزة، شباب السوشيال ميديا او بالضبط السن ده. بالضبط هم الشباب نفسهم الذين كنا نظن أنهم قد نسوا قضاياهم القومية كلها مش بس قضية فلسطين. ولكن الحقيقة عندما ذهبنا إلى المحك الرئيسي كان أول من هدف لفلسطين هم هؤلاء الأجيال. لذلك أعتقد أن كل هذه وسائل التواصل والوسائل التكنولوجية هي منابر موجودة ومفتوحة، وربما يعني التعاطي الإيجابي معها أفضل كثيرا من قولبتها ضمن إطار ما، أو ضمن التعامل معها بأنها ليست رديفا أو نصيرا، وإنما لابد أن نستفيد من وجود هذه المنبر. هناك قناة مفتوحة ما بيننا وبين جيل ربما لم تسعفه الظروف كثيرا، لذلك لابد من الاستفادة من هذه المنابر. ولكن أقول لك أنني مطمئن كثيرا. الحمد